كتير. انت بتخش مؤدب قوي. قليل والله بتخش بحس انت مؤدب كده وطيب وحنين. ميرسي ربنا يبارك لك. بس بتيجي بتتحول اول ما تقعد على الكرسي ده. ربنا يبارك لك عشان اكل عيشي. هدى وانت مالي. كل ما تقعد على الطاوله تبتدي بهدى حسسني شايف عفريت نوليا. لا بحب ابتدي بالكريمه الاول. يسلم على اساس ان احنا ايه بقى. لا ما انا جاي لك. انت شايفه ان عيال نوليا مش شيك؟ انا قلت هي بتلبسهم يمكن هي ما بتحبش كتير الحاجات على الموضه يمكن ما بتلبقش الالوان على بعض. انا ولادي ما بيلبسوش على الموضه. طب مش انت كنتي بتقولي يا بنت ولادك ان ايه فاشونيستا؟ اسم الله عليهم الله يخليهم. وانا معنى ان انا بدفيهم ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. انت مال كنت التدفئه الداخليه ومال اللبس. طب ما فوق الحاجه دي فوق الحاجه بقى ده لابني اشياء كوت في روكسي. انت ما قلتيش اكزاكتلي ما لبسهمش الشيء. سمحتي ما اسمهاش اكزاكتلي اسمها اكزاكتمون. الله 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 تعلموا بقى تعلموا بقى بتوع المدارس. خلي بالك دي بتاخد كورس ب 3700 جنيه. والله كويس اهي العدوى بتنتقل بقى. شفتي علمتك حاجات ازاي؟ علمتيني يعني هي كانت جهله مثلا؟ ما تفهمش الكلمات بالفرنسي؟ ما بتفهمش الكلمات بالفرنسي؟ انا سبت لك الفرنسي عشان انا بتكلم العربي. انا ولو واحد بيتكلم فرنسي ممكن اتكلم فرنسي واتكلم عربي واتكلم انجليزي وانا بفهم منك حاجه. تقعدي تقولي وقلنا وقالوا وقدش وما قدش وانا مش فاهمه حاجه. بالعكس عشان انت مش بتتابعي شويه التوينسة. مش بتتابعي لا وهما الحاجات اللي بقولهم بيبقوا ايه يعني عشان انت تبقي مش فاهماهم. ما هما واضحين اصلا ما هو كلام عربي كله زي بعضه. ليكي كده شويه حاجات مصطلحات كده مع نفسك. انا ما فيهاش مصطلحات. انا عمري ما اقول كلام مش مفهوم عشان في مشاهدين بيحضرونا لازم نفسر لهم. هو انا لازم اخذهم بعين الاعتبار على فكره. خلاص يبقى انت كلامك بقى اللي مش جاي على قلبي. شفتي مش لادد على هوايا بقى وانا بجاكيت الميكروباص ده. طب ثواني ممكن اكمل لك بس حاجه بقى قبل ما تسوري؟ لا لا هقول لك. انا اقول لك عشان تردي بقى تاخدي حلقه لوحدك تردي فيها. اديكي مجالك. هي قالت طيب. ان انت ماديه وقالت ان هي شايفاكي ما ينفعش تكوني مع حد بيبتدي حياته لازم حد يكون غني عشان هتقشطيه. طب اوكي اصل لازم احط التاتش. هل انت النهارده لو جالك حد ما حلتوش اللضه هتقبلي انك تتجوزي؟ هل انت هتقبلي؟ انا نسيت انا عايزه اقول. لا مش لازم تقول اصل الموضوع مهم. فانا عشان حاضر. انا اصلا مش ماديه بس ما بحبش اقول الكلمه دي. ده انتوا جيتوا على الدعسه بتاعتها النهارده. طبعا ده انتوا دوستوا على الدعسه جامد النهارده. هي لما بتسال انا اعرف ان انت جاي. لانه اذا انا ماديه يا ريت كل الناس زيي في النقطه دي بالذات. المادة هي عمرها ما كانت تغلب في حياتي ابدا. هدى كم ممكن اقول حاجه بجد؟ ممكن اقول حاجه فكرتها راجل دي فكرتي. ما انا ناسيه. ما ناسيه انت ناسي حاجات كتيره. هدى ليه نوليا مستفزه بالنسبه لك؟ طب ما هي مستفزه احيانا. ما شفتش مثلا هي الحقيقه يعني انا مستفزه يا هدى. كانش العشاء انا يا هدى مستفزه يا هدى. ليه طب لو انا عايزاني اكذب عليكي مثلا واقول لك ان انت مش مستفزه اكذبي يا هدى. ما اقدرش. لا انا عايز يعني جت على دي بقى وبقت الكذبه وجعتك. لا ما اعرفش اكذب. دي طول ما انت قاعده هريانه كذب. ما هو المشكله انه عيوني هريانه كذب يعني هي ما فيش حسد. فين الترمومتر اللي بيخش جوه المناخير؟ عيوني نفسي في اسمه ده. هجيبوا الترمومتر يا شباب. انا عيوني على طول بيمدحوني. طب عبال ما انتوا تشوفوا مين اللي بيكذب ومين اللي بيفشل انا هصفي انا الموضوع ده واشوفكم بعدين. اشوفكم بعدين. باي باي. انت بتتكلم وانت بتمشي كده. باي باي. مالي ده؟